بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا ولاد هنتكلم عن أحد دروس قسم التاريخ بمدارس الواحة للغات للصف الثاني الثانوي، ومراجعتنا النهاردة مراجعة رقم 2 على الدرس الأول، مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة. السؤال الأول بيقول: أرسل المقوقس رسله إلى عمرو بن العاص خلال حصار بابليون بسبب رغبته فيه. يعني المقوقس لما قرر إنه يرسل الرسل بتاعته إلى عمرو بن العاص خلال الحصار، كان عايز من الإرسال للرسل دول ليه؟ السبب؟ رغبته في إيه؟ رغبته في الحرب والقتال، ولا رغبته في الصلح والسلام، ولا رغبته في انتظار الامدادات، ولا اكتشاف معسكر المسلمين؟ طب نبتدي يعني نحلل كده الاجابات. هو بيقول لك هنا هو المقوقس لما راح في حصار بابليون عشان يحارب، يعني هو يوم ما حد يرسل الرسل عشان يحاربهم؟ لا، الرسل ما بيروحوش عشان يحاربوا، هم رايحين يوصلوا رساله، يوصلوا حاجه، فاكيد مش الحرب والقتال، ولا الصلح والسلام، ولا انتظار الامدادات، اكتشاف معسكر المسلمين. هو رايح عشان يكتشف، طبعا هو مش منتظر الامدادات لانه مش رايح رسل عشان يجيب امدادات، ولا الصلح والسلام، لا، اكتشاف معسكر المسلمين. يبقى الاجابه اكتشاف معسكر المسلمين، كان عايز يكتشف المعسكر، فعشان كده بعت الرسل عشان يشوف المعسكر هو عباره عن ايه وتفاصيله. السؤال الثاني بيقول: تردد عمرو بن الخطاب في خروج عمرو بن العاص لفتح مصر، ليه تردد عمرو بن الخطاب؟ ليه؟ للأسباب، إما إدراك قوة الجيش الروماني في مصر، ولا رغبته في تثبيت الفتوحات الإسلامية في الشام، ولا عدم ثقته في كفاءة عمرو بن العاص، ولا قلة معلومات المسلمين عن مصر. بداية ثلاثة وأربعة هنشيلهم. ليه؟ أولا عدم ثقته في كفاءة عمرو بن العاص. مين في المسلمين بشكل عام؟ مش عمر بن الخطاب بس، عمرو بن العاص كله كان بيثق في عمرو بن العاص، وكله كان بيثق في كفاءته. وقلة معلومات المسلمين، معلومات المسلمين ما كانتش قليلة عن مصر، بالعكس ده المسلمين كان علاقاتهم بمصر علاقة تاريخية، وليهم علاقات وعامل تاريخي، ده من أسباب فتوحات الإسلامية لمصر. في عامل مهم كده اسمه العامل التاريخي، إن في عوامل تاريخية بيننا وما بين مصر كمسلمين. طيب إيه السبب اللي كان مخلي عمر بن الخطاب متردد؟ قال له كان عنده الرغبة في تثبيت الفتوحات الإسلامية في الشام، كان عنده الرغبة في انه يثبت فتوحات الإسلامية في الشام، فما كانش حابب انه يروح لمصر فهيبقى منشغل في الشام ولا منشغل في مصر. لا، فهو قال: لا، انا اخلص الشام واثبت فتوحات الإسلامية في الشام، وبعد كده افكر في مين؟ افكر في مصر. فعشان كده عمر بن الخطاب كان متردد في خروج عمرو بن العاص لفتح مصر، مش عشان ما عندوش ثقة في كفاءة عمرو بن العاص، ولا قلة معلوماته كمسلمين عن مصر. سؤال رقم 3: أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة للمقوقس حاكم مصر من أجل إيه؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته كان بيبعت رسالة للمقوقس بعد صلح الحديبية، فكان عايز يبعت الرسالة للمقوقس ليه؟ إيه الاختيارات؟ نبص كده مع بعض نقراهم: إدراك أهمية موقع مصر، ولا ثروة مصر الاقتصادية والبشرية، ولا نشر الدعوة الإسلامية، ولا تأمين حدود الإسلامية. بص، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل الرسل للمقوقس كان السبب الرئيسي فيها سواء كان لمصر أو لغير مصر كان هدفه هو إيه؟ الدعوة الإسلامية، نشر الدعوة الإسلامية. كان هدفه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يبعت لكذا مكان الإسلام والدعوة الإسلامية. ثلاثة، الإجابة رقم 3. طيب نيجي بقى على رقم 4: استطاع المسلمين فتح حصن بابليون أقوى حصون الرومانية بفضل مين؟ الاختيارات: مهارتهم في الحصار، ولا كثرة عدد الجيش، ولا ضعف أسوار الحصن، ولا المدد الذي أرسله الخليفة. برافو عليك، المدد اللي أرسله الخليفة، لأن المسلمين كان واخدين دعم من عمر بن الخطاب لما بعت جيش إلى عمرو بن العاص يلقى المدد ليه اول ما دخل حصن بابليون، وهو خد الحصار فيها سبع شهور، فكان في طلب ارسل الى الخليفه عمر بن الخطاب كان يطلب المدد، فكان المسلمين استطاعوا ان هم يفتحوا اول جزئيه المدد اللي خدوه
اول ما دخلوا حصن بابليون. تمام. طيب شوف السؤال اللي بعده. كان من اسباب اتخاذ عمرو بن العاص لموقع مدينه الفسطاط الاختيارات: رغبته في عدم اختلاط العرب مع المصريين، ولا منافسه الفسطاط للاسكندريه تجاريا، ولا الخوف على تحطم الاسطول الاسلامي، ولا قربها من عاصمه الخلافه الاسلاميه؟ نفكر كده. هو يوم ما اختار موقع مدينه الفسطاط، احب افكرك انه عاصمه مصر ايام حكم روما كانت الاسكندريه. طب ايه اللي خلى عمرو بن العاص ما يخليش عاصمه مصر الاسكندريه؟ ما استمرش في العاصمه بانها تكون الاسكندريه. ايه السبب؟ غير المكان. اولا رغبته في عدم اختلاط العرب مع المصريين. احب ابلغك، هو قبل ما اساسا عمرو بن العاص يروح مصر كان العرب مختلطين مع المصريين اساسا. طب منافسه الفسطاط للاسكندريه تجاريا. طب هو الفسطاط منافسه لا تجاريا، الاسكندريه كانت البص وما زالت في التجاره في مصر، لانها على البحر المتوسط وقريبه جدا من اكتر من مكان، سواء كان في منطقه اسيا او منطقه اوروبا. والخوف على تحطم الاسطول الاسلامي. لا ليه؟ هتقول لي هو الاسطول الاسلامي اساسا كانت عمل في عهد عمر بن الخطاب؟ لو الناس فاكره وعارفه انه اول اسطول اسلامي اتعمل في عهد عثمان بن عفان. يبقى هتقول لي يا مستر قربها من عاصمه الخلافه. الله ينور عليك، قربها من عاصمه الخلافه. هتقول لي طب ازاي؟ قال لي اساسا بين مصر وشبه الجزيره العربيه ايه؟ البحر الاحمر. يوم ما اختار العاصمه، العاصمه يوم ما اختار او افكر فيها لازم تكون قريبه من مين؟ ما بين مصر وشبه الجزيره العربيه. الفسطاط موجوده فين؟ موجودة على منطقة في النيل، وعاصمة الدولة الإسلامية والمسلمين المدينة النبوية اللي موجودة على منطقة البحر الأحمر. فالفرق ما بين الفسطاط والمدينة النبوية إيه؟ البحر الأحمر. فاختار الفسطاط عشان تكون قريبة من عاصمة الخلافة الإسلامية اللي هي المدينة النبوية. طيب نيجي بقى على رقم 6. قال عمرو بن العاص الخليفة عمر بن الخطاب: قد بعثت إليك بعيرا، بعيدا جمال يعني، اولها عندك واخرها عندي. العباره السابقه دي بتدل على ثروه مصر من الابل، مصر عندها ابل كتير، ولا قرب المسافه بين مصر والحجاز، ولا الرخاء الذي تنعم به مصر، ولا شده الازمه في الحجاز. بدايه هو مصر لما اقول ان عندها جمال اولها عندك واخرها عندي، ده دليل على ايه؟ انها تمتلك ثروه. بداية يبقى انا هشيل رقم 2 و4. طيب ثروه مصر من الابل ولا الرخاء الذي تنعم به مصر؟ هتقول لي هو اساسا يوم ما عمرو بن العاص كتب لعمر بن الخطاب كلمه البعير، هو يقصد بها الجمال ولا قصده بها على الثروه اللي موجوده في مصر مش من الابل بس؟ لا، هو قصده بها على الثروه بشكل عام. يبقى اكيد الاجابه ايه؟ الرخاء الذي تنعم به مصر مش الابل بس، لانه عمرو بن العاص قصده بها ان مصر تمتلك من المقومات ومن الرخاء والتقدم اللي يخليه يبعت اي حاجه، فحط رمز البعير لان ده وسيله النقل في الوقت ده. لانه طبعا هم في منطقه صحراويه، ويمكن احنا جينا قلنا الجزئيه دي في احد الاسئله لما قلنا ان في منطقه كانت قريبه جدا من الصحراء ومن الطبيعه الصحراويه اللي هي مدينه بلبيس بمحافظه الشرقيه. فالرخاء اللي اتنعم به مصر رخاء كبير جدا وتقدم كبير جدا، فعشان كده حط رمز بكلمة البعير، مش قصده بقى على الجمال بشكل عام، لأنه طبعًا الجمال هي دي الوسيلة اللي كانوا بيتعاملوا بيها كوسيلة نقل، فعشان كده بعت الرمز ده أو كتب الكلمة دي، لكن هو يقصد بيها على إيه؟ على الرخاء بشكل عام والتقدم اللي موجود في مصر، فعشان كده أنا ممكن أبعت لك أي حاجة، وطبعًا أهم حاجة عندهم هو إيه؟ البعير. تمام؟ تمام، كده انتهى المراجعة بالنسبة للدرس الأول. إن شاء الله على خير بإذن الله نتقابل في فيديوهات تانية فيها أسئلة للدروس المتبقية عندنا اللي هما درس الثاني والثالث. نشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.